السلام عليكم خوتي يا خواتي، كي دايرين؟ تتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. شكرا لكم، شكرا للتعليقات ديالكم، وشكرا للدعم ديالكم. شكرا لكم. غنكمل الفيديو اللي كنت بديت هذيك المره. درت ما شاء الله 3 ولا 4 الفيديوهات. درت الفيديو الاول، دابا هذا هو الثاني، الكماله ديال هذه الباصه اللي مشينا ليها. وي هاد الباصة سميتها كودون لا كابيتال بولوي، كيما قلت لكم صورت فيها بزاف البلايص. المهم غادي نساريكم اليوم معايا، نساريكم في هاد الفيديو. ايوا غادي نفججكم في هاد البلاصة. زوينة، بلا ما نبقى نقول زوينة، نتوما غادي تشوفوا على عينيكم. تنتمنى تعجبكم هاد البلاصة. بحال زوين هنايا، بحال الا قلتي مع دابا هما دابا مع هادشي ديال الكوفيد، واخا كلشي داير لي ماسك، كلشي تيدير ماسك، كلشي ماشي زعما بان لي الكوفيد هنا ما بقاش، ولكن الماسك باقي دايرينو. و هنايا كما قلت لكم كاينين لي مغازا، وانا ديال مغازا ديال الحوايج ديال بحال، المهم مغازا زوينين تيبيعوا داكشي كاليت، تيبيعوا الماركات الماركه، و محلينش كلشي، كلشي قليل اللي حال مع داكشي ديال الكوفيد، محلينش بزاف. واحد المتجر مشينا ليه داك العام، واعر زوين زوين كيحمق، ولكن لقيتو ساد دابا كله بحال قلتي عندنا حنا بن عمر في المعارف بحال هكاك، ولكن سيحمق بحال البازار، بحال داكشي اللي فيه بحال البازار، زوين بزاف تقليدي ديال هاد البلاد، ولكن ساد. هاديك البلاصه سميتها كراف ماركت، زوينه بزاف، كيبيعوا فيها داكشي التقليدي بحال قلتي حنا باب مراكش، ولكن محلات وقيصريه هي زوينه بزاف، داكشي التقليدي ديال هاد البلاد. ايوا هادشي اللي كاين، ولكن هاد بور لوي هادي سخونه سخونه بزاف، حيت جات الجبل وسط الجبل وما فيهاش شجر بزاف، فيها شويه ولكن الجبل داير بها سخونه سخونه بزاف. كما قلت لكم حنا ندخلوا لديك البلاصه الزوينه اللي فيها دوك المظلات. كاين واحد هنا، كاين واحد كيبيعوا بحال، كاين هنا بحال واحد لافوار، لافوار بتي لافوار صغيور كيبيعوا فيه اللي توغيس وداكشي اللي كيتسارى، ولكن الدنيا خاويه كما كتشوفوا، ما كاينش بزاف ديال الناس اصلا، هما قلال في هاد البلاد، البلاصه ما عندنا ماشي زحام بزاف. هنا كاين واحد شويه تاع واحد لافوار، امتي لافوار كيبيعوا فيه هادشي التقليدي مع هنا كاين في هاد البور لوي الحال سخون.
كما قلت لكم هنا كيجيو هنا عاد كيبيعوا هذا الشيء اللي توغيس وداك الشيء. ايوا الفيديو الاخر الفيلم سي الفيديو الاخر راه ندخلوا هنا فين نخرجوا هاد الناس نتغداو وديك الساعه غادي نشوفوا اشنو غادي ناخذوا. وكان نيت ايامات باقي ندير لنا العيد مبارك كان باقي ايام العيد وتنتمنى الفيديو يعجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو القادم باش نكملوا لكم هاد الخرجة هادي ونعرفوكم اكثر على هاد البلاد هادي. حقا
لقاش هما كيعرفوا المغرب مزيان مزيان، ولكن المغاربه ما تيعرفوهمش بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله.